شفنا في الحملة الانتخابية والحملة التفسيرية كان تقريبا المنهج اللي اعتمدوا نقطة قوة قيس سعيد هي الغموض. هذا الغموض تقريبا استمر اليوم يحكينا على فاسدين ما نعرفوهمش، يحكونا على لوبيات ما نعرفوهمش، يحكينا على غرف مظلمة ما نعرفوش على سرها. تقريبا نفس المنهج تواصل مع الرئيس قيس سعيد كرئيس، ثم أضاف له عنصر آخر ربما هو المفاجأة، وبالتالي تقريبا أبرز الاستشرافيين أو المحللين ما نجموش يتوقعوا غدوة شنو نجم يعمل قيس سعيد وشنو القرار ربما يتخذه قيس سعيد. لا، هو قيس سعيد ظاهرة سياسية غير قابلة للضبط وانك تحطها فيها تفورميلاها وبالتالي تم تحلل فيها، مش ممكن. ممكن معناها مع الفوارق، معناها لصدق الرجل ومعناها نضاليته ومعناها ثقافته، مش تقارنوا بن علي. بن علي حتى كان الدكتاتور ومستبد، هو حالة ضبطية نجم غدوة تعرفش مش عمل. قيس سعيد لا، قيس سعيد ظاهر سياسية اولا ليس له حاضنة نخبوية استشارية. قيس سعيد ليس له 20-30 شخص ينجم يخرج منهم والي وزير وكذا، والدليل الان مكلف، مش غدوه غريب غراج يخرج غدوه بلاغ يقول راهي منا فلانه ولا فلان ولا فلان راه مكلف بالتنسيق العام الحكومي، ماهوش متسرع اصلا. وفي وزاره التكنولوجيا والاتصال وفي الداخلي وفي غيرهم جاب شخص وكلفوا بذلك. وعلاش المشي هذا بالتؤدي هذه وقت اللي البلاد اليوم قدام استحقاقات كبيره وتحديات كبيره؟ اليوم عندنا مفاوضات مع المانحين الدوليين، اليوم الوضع الاقتصادي والمالي ما عادش يستنى اكثر من هكاك، دونك علاش هالسياسه هذه اللي يمشي بها قيس سعيد، سياسه الخطوه خطوه نقولوا احنا؟ لانه قيس سعيد ما هوش في حاله خيار، هو امامه واقع، والدليل انه نحو اربعه ولا تعين والي. معناها في مدين ينسق عمل الحكومة المعتمد الأول، في زغوان الله أعلم كيفاش، في المستير أعلن عن تسمية ولم تفعل، وفي بنزرت نحولي وحط معناها السيد اللي حكينا عليه بكير عبد الله. بالتالي الحاضنة الاستشارية غائبة عند قيس سعيد. هو يعتمد على معناها كفاءات إدارية، معناها الآن اسم رئيس الحكومة، نحن الآن أمام ثلاثة تسميات، ماناش باش في الكواليس. ماذا موجود؟ موجود العباسي اللي هو اصبح بين ظفرين، ثم اطراف معناها معترضة عليه، رغم يتوفر فيه الشرط نتاع المطلب الدولي بما يعني رجل اقتصادي ومالي وعنده علاقة بالملف الليبي وعنده علاقة بالمنظمات معناها مؤسسات النقد الدولية. هناك اسمين اخرين اللي هما سامي بن جنات واسم ثاني، وهناك اسم معناها رئيس الديوان. بالتالي الحاضنة اللي يدور فيها قيس سعيد، ما هو قيس سعيد ليس له حزب باش ينجم يكون عنده جملة من الطاقات الشبابية ولا الكافات ولا الإطارات اللي موجودة في حزب العمال ولا في حركة النهضة ولا في حركة الشعب. وحتى السندين السياسيين بما يعني التيار وحركة الشعب بسرعة، معناها بسرعة زمنية لافتة للنظر، بعد يومين ثلاثة من الانقلاب أصبح الحزبين خارج الحسابات. حزب تم التنبيه عليه ما عادش يتكلم باسم رئيس الجمهورية، والحزب الآخر أصلا المواقع بتاعه داخل من الضربة وتبينات. الآن مركب ما يسمى مركب قيس سعيد أو مركب الانقلاب هو قفزت من الناس كل، وأخيرا سي سالم الأبيض. بالتالي هذا القفز ماذا يعني؟ يعني نحن ما عادش موافقين على المسار اللي احنا معناها الفهم الأولي لحركة الشعب والتيار الديمقراطي أن هذا تصحيح مسار. تبين أنه ليس تصحيح مسار، تبين أنه ثم برنامج في أفق وعقلية سياسية اللي تبع فيها قيس سعيد والمحيطين به من مستشارين وعندهم رؤية، لكن هذه الرؤية يظهر أن عليها جملة من نقاط الاستفهام في الملف الليبي، في الفهم العلاقة مع الجزائر، في فهم رسائل المجتمع الدولي. الأصل أنه كي يجي قابلك سفير، الأصل أن تفهم الرسائل. السفير عادة لا يقول، السفير سواء كان جزائريا أو أمريكيا أو إنجليزيا أو عربيا أو إفريقيا ما يقولش رسائل مباشرة، لأنه هو ماهوش في موقع الإملاء، هو في موقع التوجيه، ومن الأحسن يكون كذلك. فرسائل الرئيس تبون من الواضح أنها لا تريد القطع مع السيد قيس سعيد، لكنها من الواضح أيضا أنها وصلت إلى مأزق حواري مباشر معه. وبالتالي العقل السياسي للسيد قيس سعيد أنا أعتقد أنه أحد اثنين يا إما أن يمارس سياسة معناها الذهاب الى الامام، ومعناها باللغه السياسيه الهروب الى الامام، وبما يعني ان يوصل معناها بعد كما قال نجيب الشابي بعد معناها بعد اسبوع اثنين شهر اثنين ثلاثه سته باش ينجم يلقى روحه في مازق، او انه
يعود الى نفس المربع بما يعني التناظر مع الطبقه السياسيه ويعود البرلمان. ماذا يعني تصريح سالم الابيض مثلا؟ يا اما السيد سالم الابيض تفطن ان البرلمان مش يعود، وبالتالي عاد الى مربع تقديم صفه البرلماني على صفه المساند للانقلاب، او انه نصح من طرف اصدقائه ان الانقلاب وهذا المسار ماشي للحيط، وبالتالي قفز من المركب قبل ان يغرق. وبالتالي من الواضح ان السيد قيس سعيد لا افق سياسي له، ما عندوش افق سياسي. هو رغم انه بدات تتكون احزمه حول الرئيس قيس سعيد، حركه 25 اللي عمل ندوه صحفيه، اليوم تكون حشد الشعبي التونسي، يعني كانه ثم اليوم بعض التنسيقيات. سامحني سامحني تو انت الحزام تحكي عليه، شنو حزام؟ هذا نتاع حراك الشباب هذايا اللي قد فيه سي نزار الشعري اللي هو عنده مسميات تونيفيزيون ومسميات منتدى الجمهوريه ومجموعه عادل الخبثاني والى اخره، وبلان مع الشباب، ثم حتى المجموعات نصر قيس سعيد الاخرى في المجموعات الالكترونيه كلها تنكرت له وتبينت ان هذا حراك.